السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين دليلة دي زاد. في لا فيديو تاع اليوم رايحة ندير لكم بيسكوي رولي على كريم باتيسيير جو سيترون. ونشكر مشتركات على الدعم تاعكم، واللي دخلوا لأول مرة للقناة مرحبا بكم، اشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. إن شاء الله تعجبكم الفيديو ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيبة قلبي لكم في القناة كويزين دليلة دي زاد. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم أن بيسكوي غولي بلا كريم باتيسيير بنكهة الليمون، الزلف لافون 30 ماتينيو، أقلى كتيد كويزين غلاشان كويزين دليلة دي زاد. إن شاء الله الفيديو كينا كتيد ياف بخير وعلى خير إن شاء الله. السيني بوغ اوكتيت بيسكوي غولي سلا كريم باتيسيير سلوغوينس نسيترون. بسم الله نعطيكم مقادير. عندي كاس وشويه تاع الحليب، تلقاوه في صندوق الوصف بالغراماج. عندي جوج مغارف تاع العشا سكر حبيبات سكر كيستاليزي، زوج صفار بيض، زوج مغارف تاع العشا ماشي معمرين بزاف تاع المايزينا، مغرفه تاع قهوه تاع الفانيليا نص حبه قارص المبشور تاعها، مغرفه تاع قهوه تاع المارغرين. اوكي تعاودوا الصقبيليت سعر الكاسو يفكير شويه اتفهمت يعني صندوق الوصف سلغراماج خير سادين سنه طنجاوين امنسيا العشاء يعني سنه طنجاوين سكر سنس القهوه سكر كريستاليزي سيني ورقه تملات سنه طنجاوين امنسيا مايزينا وتشورن تاعنا مليح تاع طنجاوت الماء لافاني نفس تحبويت القارص لوز سنينس تاع نجوت القهوه المارغرين. بسم الله حنفرغوا الحليب تاعنا. ما كاش كيما الغراماج حبيبه قلبي تقدروا تغلطوش عليه بالكاس يكون شويه مختلف يتخسر لكم، انا نقولها لكم صراحه. انا هكذا ونزيد هذاك الصفار تاع البيض، نديرو كلشي بارد في بارد هكذا، ونزيد هذيك المايزينا هنا، ونزيد هذيك الفانيليا ومبشور تاع نص حبه قارص. يعني اذا شفتي الدنيا راكني تزقلي لي زانغريديون غنخدم كلشي افبريد، نخليو غير هاد المارغرين من بعد. دوكا نخلط هنايا بارد في بارد ونحطها فوق النار ونولي عندكم. هاي اللي كيفاش جاتنا القوام تاعها لازم تجيكم هكذا هنا، ونزيد هذيك مغرفه تاع القهوه تاع المارغرين ولا الزبده هكذا كي دسا كاين يعني توزر نينس اسنانو المارغرين ني ناخذو ديو اليوم داش يكسع ونخلط من بعد نفرغها في الغيسيبيون ولا في الطبسي كيما هكا، ونغطيها بلو فيلم اليمونتير اون كونتاكت يعني تنكوفريو لو فيلم اليمونتير وتنج اكا دكوتي ونعدي على البيسكوي غولي نينا. فوالا تنسرس هكذايا نحطوها هنايا يعني تبرد لنا برك، ما نحطوهاش في فريجيدير نحطوها غير هكا في الكوزينه ورانا نخدمو. هنا دوكا ندوزو البيسكوي غولي تاعنا. عندي الطبسي، عندي رشة ملح يعني هكذا واش جابو 3 أصابع، عندنا 5 حبات بيض متوسطات ماشي صغار ماشي كبار، عندي 5 مغارف تاع العشا تاع سكر كريستاليزي يعني مايا ماشي بومبي، مغرفة تاع قهوة تاع الفانيليا، و5 مغارف تاني تاع العشا تاع الزيت، باكي تاع لاليفير 10 غرام هايليك، وكاس تاع فارينة. أوليدي نا شطح سقبيلي سعير شطح الملح هكذا شي تاوين 3 ضغدان، سعير 5 ملالين تلماسين ماشي تاع فرن ماشي تاع سطحانين، سعير 5 طنجاوين من السكر نخدم القهوة يعني تشورن تاعنا مليح، طنجاوة القهوة لافاني طنجاوة القهوة ماشي 5 طنجاوين نيمنسيا نزيد، وثباكيت لاليفير 10 غرام ها ثاني كتبت فلاس الكاس الفارينة. بسم الله على بركة الله نجيبهم لعندي ونبدأ هايليك
انا ما حاش نحل البياض على الصفار، ندير كل شيء. ودرتو شحال نختار معاكم بيسكوي غولي، يخرج هايل ما شاء الله. هذا نحيهم الكوتي باش ما تعمرليش الطبله تاعي. نزيد الفانيليا، انا نو لا فانيليا، ونزيدو هذاك السكر حبيبات، انا نو سكر. واش يبقى لنا؟ الزيت لا ليفير فارينا. دوك نخلط حتى يتضاعف الحجم تاعو، مده 5 دقائق وانا نخلط فيه. ترسخ البركه مده 5 دقائق، نكسخ لا غليس الباتر. هاكو شفتو القوام تاعو، شوفو مام اللون تاعو ولا فاتح، وتضاعف الحجم تاعو ولا كيما لاموس. هذا انا كي تمديني يغال ام لاموس، يعني دوبلي الفوليوم ينس، يغال لون ينس كلار. ترى انا نزيد دوك، حنزيدو الزيت غير بالعقل كيما لا مايونيز، حنا نزيد حاشس العقل مش كي نخدم لا مايونيز. فوالا خلطناه ببري هكاك دقيقه، باسكو الزيت لو كان ما تخلطوش تانيت يروح لكم بلايص بلايص، بلاصه يكون فيها بلاصه ما يكونش فيها. ثورة نخلطي مده دقيقه. ثورة انا رنو قبل الباكيت لا لي ديرني، الكاس هذاك تاع الفارينة انسمير تباكيس لا ليفيرني، ونرنو الكاس الفارينة. فوالا بعد نخلط غير بالعقل هكذا من تحت الفوق، يما نخدم الفارينة ني لا ليفيرني انسمير شويه شويه بالصفاي، يعني لازم تنخلوه خير باش تجيكم مهوي خفيف على 3 مراحل ماشي على الضربه. يما نخدم الفارينة النيكات تنسميري راه في فريد، تنسميري في 3 بردان هكدا باش ما يهبطلكمش. هاد لاباغي هادي واش لي درت، سمحوا لي هاد لاموس تاع هاد بيسكوي غولي، يعني باش وني تصبو يا راه سميري تسكن في 3 بردان سيفي متتكايني. فوالا هاكو تشوفو ساهل وماهل، مام لي ما عندهاش الباتر تقدر دير بالفوي، وشنو بك تخلط مليح هكذا هكذا تخلطوا. ها ما تخلطوش بزاف الطبسي تاعكم، اما تركوي انت كاينيا هكا باش ندخلوا له الهواء، وميم طون تخلط لي الفارينه هذيك ولا ليفر هكذا. دوك نحي هاد الفوي ثورا ديك صا افوا كينينينو، ونجيب السنيوه تاعي اللي عندها الطول تاعها 39 على 30، نجيبو سباتيلا ونفرغو. لاباط تاعنا تاع بيسكوي غولي فنعاونا كيما هنا هكا دوكا، نمشيوها حتى لي كوتي هادو، يعني غتنسلحو اما دلايوف اما تيغمار هكذا، نمشيوها حتى لكاع لي كوتي غير بالعقل. قلت لكم هاد بيسكوي غولي لو كان طلعوه بيان بالباتور وانتم تروحوا توليو تروحوا شغل تهبطوه، لازم روحوا قبل هكذا على لي كوتي، عمروا قبل الجوانب هكذا، ومن بعد نسقم هكذا وبالرفق، يعني نتاع البيزاره كفلس كان كاس العقل هكا. هاي ليك، ونيش عاد الفول تاعي 170 درجة، ونديرو في الجهة الوسطانية. هاي ليك دوك نستعين دوكا نسي نخبطها هكدا، ونديرها في الفرن. هاو ليك بعد ما خرجتو من الفرن وبرد لي، يميتي تشوفها
الكوشة جات هذه سميط شوية ونحاولو هكا في لي كوتي باسكو هنا ما لحقليش بابي كويسون وهنايا كاين. وكي طابت لي من تحت شفت هاد لي كوتي شتون شوية في الدوغي زدت شعلت لها من الفوق باش تجيكم هكا طيبة. شوفوا كي ديروا هكا يعني ما يتلاصقش كيما راهي بوك ذا كذا ورا الشعلة دارني في ساون باش يتلصق راه كايني كفاسن. دوكا نحي شوفوا ما شاء الله شحال طلعت لي نحي هاد السنيوه قبل في طريقي ومن بعد ندني هاد البابي كويسون فوالا هكذا باش تجيكم الخدمه سهله. ومن بعد نحي غير بالعقل ما تجروش يديكم باش ما تنحلكمش هكا بلاطه تاع الجينواز هذه تاعكم تاع البسكويولي. فوالا هاكم شفتوا ما شاء الله شوفوا لو كان عاود نرجعو لهنا باش نروليه هايليك هكذا فوالا باش نخدمو في هذا. شوفوا ما شاء الله كيفاش راهي ترعد. دوكا هذا نحي وهنايا دوك نشلحو هكا ما نلحقش حتى البابي كويسون بالمستع المنشار هكذا خطره والدوزيام باش يجيني ساهل. روحو غير بالعقل حبيبه قلبي على بالي اللي تعرف ما شاء الله راني نهضر مع المبتدئات هكذا. ومن بعد نجيب هذيك لاكريم باتيسيير تاعي نديرها هكا في لابوشيت ونبدا ندير هكذا خطوط باش يجيني ساهل هايليك باش يجيني ساهل كي نديت عليه هكذا حتى نكمل هكا دوكا. ومن بعد نشد نبدا ندير هكذا كيما تيطالي والمعجون هكا اللي تجيني خير سهله خير ما نحط ونجبد. ومن بعد نخسر هذيك هاد لوكاتو البسكويغولي تاعي شغل نقشرو يعني فهمتوني واش قصدي. كيما تخدم هكا لابوشيت هي سي سهل كيما تقدروا تاني في هذوك لي بوشيت جوطاب يعني باش ما تخسروش بزاف الموعد نضحككم شويه هكذا نطالي غير بالعقل هكا نخدم كان كاس العقل باش تسخره بالا باش ودي تكسر البسكويغولي نينا هاني دوكا بسم الله نبدا هاني نبدا غير نطلع شويه نضغط هكذا ونستعين هكذا بصابع توعي 4-8 هكا هي هكذا يجيكم ساهل وبنين ما شاء الله هايلي دور هذه البابي عندي انا حنخدم كلشي على الضربه ما نخليهش من بعد في الفريجيدير ولا هايليك نزيد ندور شويه هنا شديت بابي كويسون نحطو هكذا باش ما توسخليش بزاف هاد اللوحه تاعي هكذا. ونجيب سكر كلاص يعني درته لكم فاسيل وسهل بزاف بزاف وندردرو له هكا سكر كلاصي. شحال خطره درت لكم لي بيسكويغولي ماشي خطره ماشي زوج كل واحد عنده وشنو البسكوي هذاك لو ميم ما بدلت له والو. هكا دوكا ندردر له كاع سكر كلاصي نتلاقاو ان شاء الله في طاوله التقديم. هوليك حبيبه قلبي بسكوي غولي تاعنا بلا كريم وسيترون بكيمه الليمون هايليك ان شاء الله يعجبكم. هوليك كيفاه نقسم لكم تشوفوه هكذا حبيبي نيوا توالي نتمي عجبك تيت بسكوي غولي كينينينو يتخدمها كاينيا سلا كريم سيترون لاكريم باتيسيير غو سيترون شوفوا ولا اروع خفيف هايل اسفنجي
ان شاء الله يعجبكم، ولا عجبكم دعموني باللايكات والاشتراك وبرتاجيو، بلا ما تنسوا تفعلوا زر الجرس باش هكذاك يوصل لكم لي فيديو توعي بالصحة والراحة في فيديو واحد اخر. تهلاو في روحكم حبيبة قلبي، هكا ثاني مير ثاني تماثينيو ما يعجبهم وفيديو كينينينو بارطاجيه ولايكيه ما يهوى يون الفيديو نينو، وفعلوا زر الجرس باش كني او تسلي فيديو نينو بصحة والراحة فيديو نظن ان شاء الله.